كده. امشوا امشوا امشوا، يلا غوروا، يلا كلوا كشاطة. بتفكر في ايه يا علوان؟ انا نويت اعسلي على ابوكاتو ونخور ورا الورث والحجج بتاعت الاراضي والبيوت اللي فاتها ابويا الله يرحمه. ايوه كده فرحني اهو، انت كده بقى راجل بصحيح. امال انا كنت ايه قبل كده يا بيت؟ كنت راجلي بس خوف شويتين. انا عمري ما خفت من حد ابدا يا فهيمي، كل الحكايه ان مش عايز انا واخويا نبقى فرجه وشماته للي يسوى واللي ما يسواش. طب هتعمل ايه؟ يلا قول. عثمان قال لي ان ابويا كتب له الارض بيع وشاري، واني متاكد ان هو كداب. والنبي ايه توك ما عرفت انه كداب؟ انا نويت اتفق مع الاستاذ ياسين الابوكاتو يشوف لي حل في الموضوع ده، هو راجل حقاني ومحامي شديد. ايوه كده فرحني، كده بقى انت ابو الرجاله. شو بس علوان ابو الرجاله؟ لا ده العوم ده علوان. في ايه يا حنان؟ خير؟ أني الحق علي اني شفتك واقف كده قلت اما اجي احلي بقك. سيبيني في حال الله لا يسيئك. يوه يخيبك يا حسان، بقول لك احلي بقك يا ولد، ده اني جايبه صوابع زينب، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وايدك ورجلك كمان وراها. انا مش جعان، مش عاوز. يوه ده حلم يا ولد ولا علم؟ حسان بيقول مش عايز اكل، يا دنيا جرى فيها ايه يا ولاد؟ الله مالك يا حسان؟ مات لك حد يا ولد؟ يا حنان سيبيني الله لا يسيئك. يود احنا يتامى زي بعضين، لا لقينا حد مبعبع معاه ولا صدر حنين حتى نريح راسنا عليه. اهو نصيبني، ربنا عايز كده. هو كل هم نبقى فيه نقول ربنا عايز كده؟ امال نعمل ايه يعني؟ قصدي يعني ان الواحد يقدر يعمل حاجات كتيره قوي، يعني يدور له على وليف، يتكلم معاه، يبعبع معاه كده يعني. هيدور عليه فين الوليف ده يا بيت؟ اني عارفه بقى يا اخويا. شوف انت استني بس يا بنت يا حنان، رايحه فين يا اخويا؟ لحسن ست راوية تستعوقني. تعالي بس يا بنت اما ادوق صوابع زينب دهيا. تعالي هنا وريني كده. امسك. انت اللي عاملاهم بجد يا بنت؟ ايه الله، دول مش صوابع زينب، دول صوابع حنان ام الحليه. يوه مركني منهم يا بنت. ذوقي عمايلك. قلت لي دور على وليف برضك. يوه يا حسن ما تكسفنيش بقى. مش كنت تقولي من الاول يا بنت؟ لا اقول ايه يا حسن، انت هتقولني كلام ولا ايه؟ هات يا اخوي. انا بقول انك انت احلى واحده بتعملي صوابع زينب في الدنيا. تسلم ايدك. الله يسلمك. سيبي لي الطبق ده، هو انا هخلصه كله. يلا بالهنا والشفاء يا اخوي. بالسلامه يا بنتي يا حنان. سلام. تسلم ايدك. النبي طيبي وغلباني. ليه عسل. يا مرحب كده يا الواد، ازيك وازاي ولادك؟ بخير الحمد لله، تعيش يا مندوب افندي. وازاي عثمان اخوك؟ حاله اخباره ايه؟ الاخوه من ساعه ما بقى عمده ما حدش بيشوفه، يكونش كبر علينا. مشاغل بقى، ما انت عارف الدنيا تلاهي. بلا كلام، اللي بيحب يزور حد بيزوره. تبوك الله يرحمه كان كل يوم والتاني عندي هنا في المكتب. اي والله ما صوابع العيد مش زي بعضيها يا شيخ. ابوك الله يرحمه لما ابوه مات ما كانش بيتقطع عن اصحابه، وكان دايما يزورهم ويودهم، وفي المواسم ما يقطعش خيره عنهم. اشي قمح، اشي رز، اشي بط، اشي وز، هي دي الاخلاق اللي بصحيح. ايوه والله، الله يرحمه ويجعل كله في ميزان حسناته. قادر يا كريم. امين يا رب العالمين. بلغني يا اخوان ربنا كرمك بمولود كده من قريب، صح؟ ايوه صحيح، سبحان العطي الوهاب. وعملت له الفدو بقى بتاعه ولا لسه؟ لا ما عملتهلوش. لا يا علوان لازم تعمله، وما تنسانيش بقى بطبق فته بالحلو اللي كده وتكتر لي عليه اللحمه. لحمه؟ ايوه. لا هو انت لساك فاكر؟ ده الواد خلاص كبر وهنجوزه. ربنا يحفظك ويحظه. طب يا سيدي والخطوه العزيزه دي بقى جت فجاه كده ولا انت اللي قصد تيجي تزورني؟ انا يعني كنت جاي اسال على حاجه كده. خير؟ أني كنت جاي أسأل على حاجة للأراضي والبيوت اللي فاتها أبويا الحاج الله يرحمه. ليه كفر للشر حصل حاجة بينك وبين عثمان أخوك؟ أيوه ما أنا عارفه، ديني وطماع وعينه ما يلهاش إلا التراب، أبوك نفسه كان بيقول عنه كده، تصدق؟ ده ده يا عم ما حصلش حاجة، أنا جاي بس عايز أعرف. يعني عايز تفهمني إن لا أنت ولا عثمان أنت لسه تعرفوا حاجة؟ ده كلام يا راجل، وجاي تسألني دلوقتي؟ ده أبوك ميت من يامي. يا عم أنا دلوقتي جاي أطلب منك حاجة، هتعملها لي ولا مش هتعملها لي؟ أنت
طيب ما تتضربينش قوي كده، هعمل لك عشان غلط المحوم، بس بشرط تبقى توديني تحللي بقي توديني كده. ماشي يا سيدي، كل اللي تؤمر بيه، بس خلصني امال بقى الله لا يسيبك. يا سيدي حاضر، ما تتضربينش، انا نفسي اوعيك لان حكايه المرض دي بتعمل مصايب، وخصوصا بين الاخوات وبعضيهم، انا بنبهك اهو. هني محفوظ كل حاجه. الله ينور عليك، وريني بقى كده كل المحفوظ عندك. ده اوريك ايه؟ مش لما تحليلي بقي يا سعلوان. عارفه يا نظيمي، انا واني صغيره كنت امشي ادب برجلي على الارض، كان رجاله الكفر كلهم يتلهفوا علي، كنت بشوف ده في عينيهم، كنت امشي اوقف البلد كلها على رجل، وفجاه العمر جري بيا، كبرت. كبرت ده ايه؟ فاشر ده انتي ولا البدر في كماله. والنبي صحيح يا نظيمي؟ ايوه. طب امال عثمان ما بقاش متلهف عليا زي الاول ليه؟ ده اول ما اتجوزني كان يفضل ماشي في ديلي كده، اقول له يا راجل روح شوف حالك ومحتالك، يقول لي انتي حالي ومحتالي. واني جيت الدنيا دي غير علشانك يا حفيظي، لكن خايفه، خايفه للعمر يجري بيا وابقى لوحدي، خايفه ملقاش اللي ياخد بايدي، خايفه ملقاش اللي يسندني، خايفه الناس تنهش فيا وملقاش اللي يحوش عني. تعبت اني امشي في الكفر واني حاسه ان كل الستات بتتمقلس علي، منهم اللي تغزني بعيالي وتعيرني اني ما بخلفش، ومنهم اللي تخبي عيالها مني، خايفه لعيني تحسدهم. اها، والنبي والمقام الطاهر اللي زرناه، لا تنولي مرادك يا ست الستات. يا رب يا نظيم، يا رب، لحسن انا قلبي خلاص ما عادش متحمل، كل ما عيني بتقع على عيل قلبي بيوجعني وبينغصني بالقوي. ما انت خلاص رحتي للمقام واشتكيتي له، يبقى خلاص ربنا هيستجيب لك ان شاء الله. يا رب يا نظيمه، يا رب يسمع منك ومني يا رب.